مرحبا أصدقائي، يعطيكم العافية. اليوم عندي ضيفة مميزة جدا، أكيد كلكم تعرفوها، آية عباسي من قناة آية عباسي. تعرفت عليها لما جيت على القدس وصرنا صحبات، وقررنا نصور اليوم فيديو هذا مع بعض عن موضوع إحنا منحبه ومهتمين فيه. بس قبل آية يعطيهم انتروداكشن، مين أنتي؟ مرحبا، آية عباسي من القدس وعلى اليوتيوب من 10 سنين، ان شاء الله 11 سنه يعني، مش عارفه يعني. المهم بعمل فيديوهات باطار الادوتينمنت اللي هو تعليمي وترفيهي مع بعض، فبنحكي عن كل شيء، عن كل شيء ولا شيء يعني. سويا اكيد كلكم تعرفوا آية ومرأة عليكم خلال هال 11 سنه ال 10 سنين. فاليوم حبينا نحكي بموضوع قريب من قلبنا احنا التنتين، وحسينا انه هو مهم نشاركه، اللي هو موضوع عمر الثلاثينات وكيف الثلاثينات غيرتنا كاشخاص وشو غيرت فينا وكيف حياتنا اختلفت على الثلاثينات. وحطينا انه كل واحدة بدها تحكي عن نقاط معينة، وما حكينا لبعض شو هي النقاط عشان نشوف بلكي في اشياء مشتركة، بلكي في نقطة احنا التنتين حطيناها مع بعض واحنا مش عارفين. فخلونا نبلش نشوف شو حطينا. تحكي انت اول نقطة. اوكي، اول اشي انه بطل كتير يفرق معي شو الناس بتفكر عني. ها كمان انا النقطة حطيتها. بطلت كتير يعني اطلع على الموضوع، والسبب الرئيسي انه صرت احس انه اضاء الناس غاية لا تدرك. هيك جد، وشو ما عملتي بالخير بالشر الناس رح تحكي، دائما رح يطلعوا شيء، دائما حتى لو شيء ما خطر على بالك. فانا وصلت لمرحلة انه يعني why would I care اذا اوريدي لا هيك راضين ولا هيك راضين. بتعرفي انا شو بذكرني، وهذا الاشي قبل ما اعرفك بذكرني هذا الاشي، موقف انا وقتها كتير استغربته. كنت عاملة لآية فولو على الانستغرام، وحد انتقدها، هي منزلة فيديو عن قراءاتها انه اقرأ القرآن احسن لك، وحسيت انه الناس عن جد لو شو ما حتعمل حيطلعوا اشي، يعني القراءة يعني يعني بالدين نزلت، والقراءة اشي كتير حلو وكتير يعني فوائدها عديدة، ويعني انه شو احسن من هيك الواحد ممكن يعمل. فالناس لما بدهم يطلعوا اشي ولما بدهم يحكوا حيطلعوا اشي حتى لو اشي غريب، زي يعني اللي ما عرفش شو يحكي للتفاحة عليها مخدود حمرة، فيعني الناس بدها تحكي بدها تحكي. فأنا عن جد وصلت لمرحلة إنه مش إنه أنا ما بيهمني الناس، بالأخير الواحد عايش في مجتمع، بس بجزئية معينة بتصيري إنه إذا أنا عاملة يعني أنا عامل اللي علي وعامل الصح وربنا راضي عني وأنا راضي عن نفسي، ما بيفرق. مظبوط، أنا كمان عندي هاي النقطة، بطل كتير يهمني رأي الناس، بطل كتير أثر علي. أكيد مش 100% بروح الاهتمام، بس عن جد تأثيره كتير كتير بقل، لأنه بتكتشف أنه في ناس رح تحكي بس هدفها أنه هي تحكي، يعني هم قاعدين بس عشان يلاقوا شغلة يحكوها، وهدول الناس عادة اللي مشغولين كتير بالناس التانيين ما عندهم حياتهم فاضية، حياة of their own يعني. فليش هيك إنسان أنا بده يهمه، بده يهمني رأيي فيه رأيي فيه. فشو اسمه يعني انه انا اصلا يعني رأيي فيه ما حيكون يعني ما حيكون اشي ايجابي، فليش اهتم برأيه فيه؟ بالعكس بهمني الناس اللي منتجة اشي في حياتها، عاملة اشي في حياتها، ملتهية في حياتها. هدول الناس يمكن يهمني رأيهم، اعتبره نقد بناء. بس عادة هدول الناس حتى لما بيحكوا باشي بيحكوا بينك وبينهم، وبيحكوا بأدب وبيحكوا بطريقة يعني constructive هيك، ما بيحكوا بطريقة بس تهدم الشخص يعني. وصير الواحد يفكر انه عادي يعني، انه اكيد انا حعمل اغلاط وفي اشياء ما حتكون كتير كتير صح، فرأي الناس ما بيتحمل هالقد. True. I agree. وزائد انه هيك يعني ما مش كل الناس حتكون راضية عنا، فلما نتقبل هاي الحقيقة ببطل يفرق معنا. اوكي اكيد مش كل الناس حيحبوني، هذا اللي عم بيحكي واحد من الناس اللي ما بيحبوني صوت. صح. فهاي النقطة كتير مهمة، واضح انها مشتركة من الاول. من اولها انه اللي بدينا فيها. I would say شيء تاني كان في بالي هلا قبل شوي، فكرة صحتي. صرت كتير حريصة على صحتي. أوكي. بصراحة يعني أنا من زمان، من أنا صغيرة يعني بحس حالي رياضية. بس أجت فترة إنه أنا تعرضت لإصابة وركبتي وبطلت تساعدني كتير على الهاد، فأنا مش من الناس اللي بيركنوا للراحة، بس برضو كنت كتير زي ما بنحكيها بالفلسطيني يعني بجور على حالي يعني. انتبهت أنا بسنة الثلاثين إنه كل شيء بتعمله بالعشرينيات رح يضل معك بالثلاثين، ويمكن بتوثق أكتر بالثلاثين وبتأكد عليه. مزبوط، بالثلاثينات إذا وقعتي ولا في إصابة صارتك بتحسيها بتطول، يعني بالعشرينات ما كنا نفكر، لما يصير معك الإشي بتحسه إنه عطول. فأنا صرت إنه أنا خلاص هاي من هاي السنة أنا بلشت عن جد كتير أدير بالي على أكلي، على الرياضة، نوعية الرياضة، مراجعات الدكتور، يعني ما بطنش في هذا الموضوع، لانه انا حريصه انه انا لما اوصل للمرحله الانتقاليه اللي بعدها اللي هي الأربعين ما اكونش بحاجه حدا يساعدني، ولا اني انا اتضايق على الدرج ولا كل هاي القصص، علما انه انا يعني
هاي الاشياء ما صارتش بمحض ارادتي، صارت من اصابه، بس برضو لازم الواحد بده يكون كثير حريص على حاله لانه يدير باله. صراحه بدون صحه ولا شيء. مزبوط، انا دائما بشوف الناس يعني بتعبوا حالهم زياده جسديا، بيحملوا اشي تقيل وهم طب بتقدر تروح مرتين وتحمله يعني صح. او بتقدر يعني الشغل مثلا تقسمه الشغل البدني، بحس الناس دائما كتير بغلبوا حالهم، بيحملوا حالهم فوق طاقتهم، ويعني اجسامنا ما بتتحمل، وحرام الواحد يعمل في حاله. على رايك انا كنت في الجروسريز حتى لما اطلع مع اهلي وهيك انه انا هرقلي يعني احمل عادي مش مشكله يعني شاطره فما كان كتير يفرق معي، بس بعدين I thought انه لا، حتى لو اني صغيره كل حركه بتعملها بتاثر على جسمك. مزبوط، فلا الشطاره الواحد يريح حاله. فالرياضه بليز اعملوا رياضه، الرياضه كتير كتير شيء مهم صراحه. ما تستنوا لا يصير عمركم 30، اعملوا رياضه من قبل، خلي جسمكم قوي. بال30 ببلش المرحله الانتقاليه، بلش الاشياء تبين صراحه طيب انت حكيتي عن الصحه، انا النقطه الثانيه اللي بدي احكيها انه انا صرت كتير حريصه على وقتي بال30. انا كمان اشوف وقتي ثمين جدا، هذا اثمن شيء انا عندي اياه. لا يعني اني انا ما بضيع وقت وما بقعد هيك ايام كسلانه ما بعمل اشي او ما بحضر افلام او ما يعني هيك بعمل اشياء للترفيه وللتسليه او هيك حتى في ايام فاضيه، بس بصير حريصه اكثر مع مين بقضي وقتي وعلى شو بهدر وقتي وطاقتي. يعني الناس اللي بقضي وقت معاهم اكون انا مرتاحه معاهم، بيعجبوني يعني وقتي معهم، بحس انه انا بكون مبسوطه بعد ما اقضي. من قبل كنت اجامل كتير على حساب وقتي، يعني اعمل اشياء انا ما بدي اياها، اقعد مع ناس انا ما بدي اقعد معهم. هلا بصير لا، انه انا حريصه كتير على وقتي، بفضل اقعد بالبيت اقعد ما اعمل إشي على اني اقعد مع حدا انا مش عاجبني قعدته ولا عاجبني يعني. كلام بتصير انتقائيه كتير في أنا شو بتعملي وشو بتستهلكي كمان. صح، مع انه بيكون باولها صعب. يعني انا كتير تغلبت لوصلت لهي المرحله، بس لما توصليها بتحسي براحه. مزبوط، كتير كتير بتاثر يعني. مش زي بالعشرينات الواحد فكر حاله معه كتير وقت ويلا وبجامل هذا على حساب هذا، بتشوف الموضوع له ابعاد اكثر اصلا من بس انه انا هالساعتين اللي بس احنا ما بنعرف كيف صرنا 30. يعني انا متفاجئه كيف صرت 30 كتير بسرعه عن جد ما بعرف العمر اللي بعد 23 هذا، انا ما يعني ما بعرف، بحسهم سنتين بس هم كتير أكتر من هيك. صح عن جد والله عن جد، يعني مش لحالي. يعني أنا لما جيت هنا على فلسطين هلأ بده يصير لي سنة درسون. يا الله. أنا لو حد يسألني بحسهم شهرين ونص. يا الله. فالعمر كتير بمرق بسرعة، فمش مستعدة إني أنا أضيعه على أي إشي أو على أي حدا أو على ناس ما بتستاهل أو مش أنا حبيتهم أو ما مش بجيش حالك عشان حدا يعني. أيوة بالضبط، صح، ما بجيش حالك. وقتك مقدس مليون في المية، كل دقيقة تفرق صراحة. طيب دورك، شو عندك نقاط تانية؟ كان في عندي كمان نقطة اكشلي، وصلت لمرحلة الرضا أكتر. هذا اللي فرق كتير، مع اني مش كاتبتها بس هاي كتير يعني، هاي أكتر إشي أدركته بالثلاثين. صح. اني انا في كتير شغلات كنت حاططها لحالي انه I thought بعمر الثلاثين على الأكيد رح أكون محققتها، ولا إشي فيهم صار. يعني معظمهم إذا مش كلهم ما صاروا. ما صار. صار أشياء تانية أنا ما كنت برتبتها. طريقة أحسن مرة. بالضبط. فأنا وصلت لمرحلة إني أنا أكون راضية بالخير بالشر. مزبوط. راضية. صح، الواحد بيكون في عنده إنه عنده خلفية دينية وهيك بيكون، بس لما تجربيها وتشوفيها واقع قدامك. مزبوط. صير تقولي إنه أوكي أنا بعمل my part. صح، والباقي ربنا اكيد مرتب له، وسبحان الله ربنا اللي بيتوكل عليه ربنا بيعوضه وبيفاجئه دائما باشياء منيحه بتصير. كتير كثير في اشياء انا يعني بحكي لامي بقولها انا لو بدي كنت اختار الحياه اللي بعد الجامعه مثلا، لانه بتعرفي في مرحله الجامعه بكون الواحد انه خلص حياته الجامعه حاليه وخاصه اذا كنت طالبه متفوقه وهيك بتكوني راسمه سيناريو في راسك انه اخلص رح اخذ الشهاده اكمل ماجستير او مش شرط ماجستير اشتغل بشغل كتير ممتاز. مزبوط. راتب مجزي كل الحياه تمام يعني. بس انا تفاجأت انه انا لا مش من اولها اصلا قدرت اني احصل شغل. يعني انا كنت متفوقه فكنت انه هذا الطبيعي، انا متفوقه يعني لازم شغل، لا مش فلا واحد زي واحد ماجستير حتى كتير تغلبت. فيعني في كتير شغلات، بس في المقابل صارت معي اشياء تانية انا ما كنت مرتبت لها اصلا ولا كنت رسمت لها خطه يعني. مزبوط. فتفاجأت، بس تعلمت اني اكون تعلمت اني لازم اكون راضيه يعني. مزبوط، دائما يعني سبحان الله بنتمنى اشياء ربنا بفاجئنا باشياء احسن منها، وسبحان الله يعني عشان هيك انا ما بحب التخطيط الزائد. يعني انا دائما مع السعي المستمر ولكن مش مع التخطيط الزائد، يعني ما نرسم لربنا بالضبط النتيجه اللي احنا بدنا اياها. صح. لانه سبحان الله ربنا اول شيء ما بضيع تعب وسعي انسان. صح. صح. فاكيد يعني يا حياتك اللي انت الشيء اللي انت بتتمناه او شيء بيوازيه او شيء احسن منه حتى. ف صح، وبتعرفي شو الخير بالاخير هذه يعني كثير موجوده. صح، مزبوط مليون في المية. طيب النقطة اللي أنا الثانية اللي بدي أحكي عنها، أو بعرفش أي أعداد وصلنا، انسوا الأعداد اليوم. هي إني أنا صرت كتير أسهل على نفسي.
بطلت أنب نفسي كتير، بطلت آسية مع حالي كتير، خلصت أتقبل إنسانيتي وأنه أنا في أشياء شاطرة بأشياء، مش شاطرة بأشياء، منيحة بأشياء، مش منيحة بأشياء، بغلط. زي ما قلنا بالفيديو اللي عندك أنه في مرات مشاعر سيئة بتجيني عادي، أنا إنسانة، بطلت أنب نفسي ليش جاني إحساس سلبي، ليش جاني، خلص يعني صرت كتير أسهل على نفسي، صرت أريح مع نفسي كتير. حلو. ما أنا كمان نفس الإشي. لو بدي أحكي إشي تاني، يعني فكرة إنه لما يعني لما صار يصير معي إشياء سيئة بطلت أي overthink it. صح، خاصة الأشياء السيئة. ليش بحكي هذا الحكي؟ لأنه بفترة العشرينيات صار معي كتير مواقف، خلينا نحكي صحية، كانت نتيجة أشياء جيدة. كنت ألعب رياضة، تعرضت لإصابة، فصار كنت أنا في بالي إنه وين الخير بفكرة انه انا ركبتي صارت دايما توجعني، وين الخير انه ظهري بوجعني. بس بعدين ادركت انه لولا انه صار معي هذا الاشي كان انا ما انتبهت على صحتي. صح، سبحان الله. يعني عن جد بتعرفي شو وين الخير. بضل اتذكر في هاي الجزئية، اذا استفدنا اشي من المدرسة باسلوب التلقين، بضل اتذكر درس اخذناه بالدين عن سورة الكهف، انه ربنا بيكون كاتب لك الخير وانت ما بتعرفه. بجزئية انه لما بقصة الخضر سيدنا موسى، عن انه لما قتل الغلام، هو قتلوا لخير إلهم، لأمه ولأبوه، بس هم يعني عاشوا وماتوا وهم مش عارفين انه كان خير إلهم. يعني عن جد فعليا ماتوا وهم مش عارفين. فإحنا حتى بالإشياء اللي إحنا ما بندرك نتيجتها وما بنعرف نتيجتها، صرت عن جد أفكر في هذا الموضوع إنه كله لخير. صار الواحد عنده بعد نظر. إنه لأنك في أشياء اكتشفتي بعد سنين إنه هاي كانت خير لإلي، فبتصير. كنت كتير أحكي عن الحظ على فكرة أنا زمان. بس ما عدتش كتير أفكر في الموضوع. فسبحان الله، مرات الواحد يعني لما تصير معه مواقف ويرجع لقبل يقول أنا ما كنت شايف الحكمة من هذا الإشي، ما كنت شايف، هلأ أنا شايف. صح. فحتى الإشي اللي لسه مش شايف أنا عارف إنه يا بيوم من الأيام رح أكتشف إنه فيها خير لإلي، يا يمكن ما أكتشف. سبحان الله، هي تضلها بعلم الغيب عند. صح. ربنا. بس الواحد التوكل والإيمان بربنا كتير بريح في هذا الإشي، إنه الواحد خلص أمره بإيد ربنا وربنا بيختار الأفضل. صح. دائما دائما دائما. فهاي نقطة كتير مريحة، يعني مرات كتير الواحد بفكر بأعمار معينة إنه أنا لسه ما عملت هذا الإشي، لسه ما صار معي هذا الإشي لسه، فبيقلع. نقطة الإيمان هذه والتوكل على ربنا كتير كتير بتهدي بالحياة بشكل عام. يعني أصلاً لأنه you never know. يعني لو أنا مثلاً صح لي شغلة معينة كنت بستناها بالعشرين وأخذتها بالعشرين، ما أخذتهاش بالعشرين لأنه ربنا عارف إني مش لازم أخذها بالعشرين. مزبوط. لأنه يمكن كان تعاملي مع، يعني مثلاً في ناس ربنا ما برزقها مال إلا بعد عمر معين، لأنه يمكن عارف ربنا إنه هم لو في عمر صغير يمكن كان طاشوا، يمكن. صح. المال أودى فيهم يعني. صح. فأنا عن جد هاي كتير نقطة كتير مهمة، إن الواحد عن جد دائما يفكر بالخير وبالشر إنه هو لخير. مزبوط. بس إحنا يمكن بنعرفه أو ما بنعرفه يعني. 100%. هلأ النقطة الثانية هي، بعرف إن كل حدا بيحكي هذا الإشي، بس أنا ما بحكي على فكرة من ناحية سلبية، بحكي من ناحية إيجابية. أوكي. دائرة معارفك بتكبر، دائرة صداقاتك بتصغر. صح. يعني ما بحكي بإشي سلبي، إنه فيش أصدقاء مناح والناس غدارين، لا 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 لا، الناس مناح وفي كتير ناس فيهم خير. بس خلص سبحان الله، بيصير الواحد شخصيته بتنضج أكتر، مش كل أصدقائنا بنضجوا معانا على. صح. نفس الوتر. صح. فبصير كتير منهم بصيروا معارف، وفي منهم بضلوا أصدقاء ومنكمل يعني مع بعض، بس الأصدقاء بصيروا كتير أقرب. صح. عرفتي؟ وهذا تأكيد على نقطتك الأولى اللي حكيتيها، أنك أنت صرت انتقائية. مزبوط. صح. فهذا لا بيأكد طبعا، لا وبالعكس مش في إشي سلبي يعني. بحس انه مزبوط، لانه انت بتصيري اولا بتصيري اوعى. وبتوصلي لمرحله انه وقتي الي. مزبوط. وحياتي بتمر هيك قاعده، فلا لازم اكون زائد. انه صراحه بالصداقه كمان كتير بيأثر موضوع قديش حياتك انت وصاحبتك هاي بتشبه بعض. يعني مرات بتكون المعزه قويه وهذا، بس الواحد كل واحد حياته في اتجاه مختلف. صح. فهذا الاشي شوي ببعد، لا يعني انه المعزه قليله ولا يعني انه، بس خلص لما الاشياء المشتركه تقل طبيعي انه العلاقه شوي تخف وتبعد. صح صح. لا يعني انه الشخصيتين مثلا تغيروا على بعض او هيك، بس الدنيا والظروف. صح. اذا فيش روابط مشتركه، يعني في كتير كانوا صديقات الي في ايام المدرسه ولا ازال يعني بكن لهم كل الحب والاحترام، بس لانه طبيعه حياتنا صارت مختلفه، هم مثلا تزوجوا وصار عندهم اولاد، طبيعه حياتهم حتى طبيعه حكيهم، المواضيع اللي هم بيحبوا يحكوا فيها مختلفه تماما عن المواضيع اللي انا بحب احكي فيها. مزبوط. فطبيعي جدا انه يصير في فجوه يعني بيننا. هذا لا يعني انه احنا فقدنا حب واحترام. فعشان هيك بتقل يعني، لانه انت حياتك بتصير لها نظام معين ومش كل حدا بيمشي معاها يعني. صح. وطريقة تفكير معينة. طيب عندك نقطة تانية؟ آخر نقطة يعني لو بدي أحكي، بقول عن إنه كتير صرت حريصة على إنه أنا أحط نفسي أولوية.
انا من الناس اللي يمكن انت انتبهتي علي كيف انا انا يعني كثير بقدم الغير على حالي بكل علاقاتي يعني. بس وصلت لمرحله انه اذا انا ما حطيت حالي اولويه مش راح اقدر اني اعطي للتانيين. شوفي انا بحبش قصص الابراج كثير، اجتني فتره كنت احب، بس يمكن لانك انت برج السرطان. انا برج القوس مستقل بالحالي ببالي دائما حط حالي اولويه فا اي كانت ريليت. لا انا يعني ما كنت كثير احط حالي اولويه صراحه، وكنت كثير اجي على حالي عشان الناس. فوصلت لمرحله بالثلاثين انه حتى يعني صرت احكيها لامي كمان. انا امي بحسها زيي، صرت اقولها ماما لازم تحطي حالك اولويه لانه انت اولا خاصه لاني انا مثلا حياتي مرتبطه مع حياه كثير ناس وفي كثير ناس بتعتمد علي. فصرت اقول بحكي لامي بقولها انه انت ما تفكري اذا انت ما حطيتي حالك اولويه انت بتاذي نفسك، انت بتاذي كل الناس اللي بتحولي حياتهم بتاثر فيكي. وللأسف فكرة هذا كثير عند أهلنا هذا الموضوع إنهم بيقدموش حالهم. أنا كثير بحكي لماما هذا الإشي دائما، هي بتنتقدني إني أنا مرة بقولها ماما أنت بتحكي عني، بعرف إنك أنت بتفكري إني أنا لئيمة وأنانية. لا مش 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 لئيمة يعني أنانية، بس للأسف إحنا في مجتمعنا إنه اللي بيهتم بحاله وبيحط حاله أولوية بنعتبره أنانية، لأنه متوقع بالذات من البنت على فكرة إنه حياتك لأهلك وحياتك للدنيا وحياتك للكل. بس بالعكس انا من اكثر الاشياء اللي بشكر على حالي فيها اني دائما احط حالي اولويه. صح. لانه معلش اذا انا ما حطيت حالي اولويه مين بده يحطني اولويه؟ حتى امي وابوي ما حطوني انا لحالي اولويه، عندهم خمسه غيري امي وابوي يعني عرفتي، حيحطونا احنا كلنا اولويه عرفتي، هم حاطين فاجباري تركيزهم متشتت. بس انا لا انا بحط حالي اولويه، اذا انا ما عملت لحالي الاشياء اللي انا بدي اعملها واذا انا ما درت بالي على حالي مين بده يدير باله علي يعني. يعني فهاي الاشياء مفيده ببرج القوس انه احنا عن جد مستقلين. لا بس انا يعني كثير يعني هذا ذا هارد واي، بس تعلمت انه كتير مهم هذا موضوع الاولويه، مش موضوع ثاني، موضوع كتير اساسي في الحياه. اسمع ان لدرجه انه ماما مرات بتشتري اشياء لاخواتي وبقول لها ماما طب ليش ما جبتي لي انا، انت متوصي في حالك خلاص اوكي بتوصي في حالي بس توصي فيي شوي حرام دائما متوصي. لا بتعرفي ما بعرفش اذا كمان ما انت بتحكي عن الابراج ما بعرف اذا له علاقه ولا لا، بس انه انا كمان في جزئيه معينه عندي هذا الاشي انه اذا عملت اشي لحالي اذا ما عملته للناس يعني لاهلي اوكي خلينا نحكي بالدائره الصغيره لامي لابوي لاخواتي، اذا ما عملت نفس الإشي لدرجه فنجان القهوه او تفيل سو قلتي لا انا من النوع الناس اللي بقعد باكل إشي وبنسى اضيف فالناس القريبين مني بقول لهم اسمعوا انا بعرفش اضيف، انا بعرفش اقول لحدا تفضل انتوا لحالكم متوا ايدكم يعني انا مش انا بنسى خلص. لا انا خلص ما بعرفش في هذا الطبع وبضل اوفر ثينكر في الموضوع يعني انه لدرجه فنجان القهوه مرات حتى ممكن اني ما اعمل لحالي المهم اني عملت لهم خلص مش مشكله. واو لا اسمعي المرة كانت هو حلو حلو بتحسي انه انت عن جد لك لك اثر في حياتهم، بس انت متعب مرهق زيك كمان ما بقدر يعني عن جد يعني انا وصلت لمرحله انه انا بعرف فجاه صرت احكي عن الابراج، بس بحس مرات في هيك صفات بتكون متشابهه يعني في ابراج عندهم العائله شيء كتير مهم منهم السرطان والجدي يعني هيك بحس وفي ابراج عندهم الاستقلاليه ونفسنا الشيء المهم. انا بوث على فكره يعني بحب الاستقلاليه بس بنفس الوقت بقدرش اتخلى عن عيلتي. قدرت انه لما طلعت اكمل ماجستير مجرد معرفة انه في مجال اني ارجع اكمل الماجستير في البلد خلاص قلت اوكي، مع اني انا ابحث عن الاستقلالية انا طلعت اصلا للفرصة هاي اني اطلع ادرس برا لانه بدي هذا المساحة بدي هاي التجربة، بس ما قدرتش وصلت لمرحلة انه بدي ارجع. بضحك لانه انا لما جيت هون على فلسطين اللي شجعني اقعد اني حقعد لحالي ومستقلة مش هذا يعني اللي هذا كان الدرايف يعني. حتى ماما لما كنت بحكي مع ماما وبناقشها في الموضوع انه اضل ولا ما اضل قالت لي انت طول عمرك يا ماما نفسك تعيشي لحالك جربي التجربه فيعني حتى هي عارفتني يعني سبحان الله. وحتى بابا كان يضل يقول بنتي وعرفتها خلص تقعد لحالها، عرفتي انه سبحان الله يعني الشخصيات كيف بتختلف عن جد. سو اذا ادركنا شيء ادركنا انه حتى لو اننا بنفس العمر بس يعني كل واحد حتى لو في اشياء كتير متشابهه في في اختلافات يعني. انا دائما بحس على موضوع الحال هذا او الحياه الانسان لحاله او يقعد لحاله، في ناس بالنسبه لهم انا بعرف من صحباتي في ناس بالنسبه لهم هذا كابوس يعني اصلا مجرد ما يفكروا فيه بعملهم بانيك. انا بالنسبه لي احسن شيء في الحياه يعني اكثر يعني هو كثير حلو اللي شو ممكن شو احسن شيء تعملي اطلع لحالي او اقعد لحالي او يعني صح يعني كتير. بس حلو. انا برضو اهلي بيعرفوا مرحله معينه انه انا في جزئيه في حياتي الوقت اللي الي الي انا اهلي كتير صاروا يعني بالاول كانوا مستغربين لانهم ما حدا هيك فيهم شخصيته كلهم شخصياتهم اجتماعيه وشخصياتهم يعني بيحبوا الناس. انت يور انتروفيرت زي يعني بس يعني صايره كتير اميل اجتماعي. بس انا شوفي انا اجتماعيه صايره ايه بس وقتي لحالي هذا مقدس، اذا ما بشحن طاقتي من وقتي لحالي خلص بتلاقيني انا مش انا صح
او people كانت الناس الانتروفيرتس they can relate على هذا الموضوع. ما بقدر لازم اقعد لحالي. فينا على فكره الاكستروفيرتس الناس الانبساطيين طاقتهم من الناس، من الناس، من القعده مع الناس. احنا الانتروفيرتس طاقتنا من نفسنا، طاقتي من مع اني لما اقعد مع ناس مرات بتحسي انه الطاقه راحت منك. ما هو ليش يعني مثلا انا الاسبوع الماضي كان اسبوع كتير سوشيال، كتير شفت بني ادمين، فبالاخير لا انا عملت يومين بس الي عشان اقدر ارجع اشوف الناس واحب الناس وحياتي والله احب الاحترام. فلما كل حد يحكي انا مشغوله هذول اليومين بايش مشغوله؟ بحالي نفسي قاعده بالبيت احضر افلامك اقعد. فسبحان الله يعني خلص الواحد يصير يعرف لشخصيته اكثر كمان بس يكبر وشو بيزبط معي. ومن حق الناس ان لما اقعد معهم اكون بريزنت وحاضره وموجوده ومركزه معاهم، مش مخيف تعبت بدي ارجع. مع انه مرات على فكره في بعض الكونفرسيشنز بتكوني انه انت انك انتروفيرت بتكوني قاعده، واذا القعده طولت كتير بتصير انه ماي اون وورد بتسرحي بتسرحي. مزبوط بتصير معنا كلنا. هلا اخر نقطه انا كتبتها لها علاقه بالاشياء اللي احنا كنا بنحكيها هلا عن العائله، انه تكتشف قيمة العائلة أكثر كل ما بتكبر. صح. يعني أوكي بحب استقلاليتي بس بكتشف إنه أهلي هم السند الحقيقي في الحياة. صح. وهم أغلى إشي في الحياة، هم الإشي الوحيد الحقيقي الملموس، الحب الغير مشروط في الحياة هم أهلي. يعني صح. الناس التانيين كلهم خير وبركة والصداقات إشي رهيب ما بقدر أعيش بدونه، بس الوحيدين اللي أنا بضمنهم في حياتي أهلي. وأنا نفس الإشي في كل شيء. صح. فبتبلش تختموا عليها هاي الشغلة بعد الثلاثين بزيادة. يعني بزيادة يعني الواحد بيكون بالعشرينات صحباتي وحياتي والجامعة. صح. والدنيا، وهذا مش كتير بيعطي وقت لأهله. لما يكبر بيكتشف قيمة أهله في حياته أكتر أو دورهم في حياته أكتر. ممكن كمان عشان إحنا لما نكون صغار بيكونوا أهلنا صغار، وإحنا لما بنكبر نعرف إنه أهلنا عم بيكبروا. فمنضلنا نفكر، بضلك يعني طبيعة بشرية بضلك تفكري إنه يعني كل وقت معهم مقدس. مزبوط. كل وقت معهم it counts يعني. مزبوط. فيها هاي مش عايط. فهاي النقطة اللي بدنا نختم فيها اليوم. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا أو عجبكم أو حسيتوا هاي النقاط قريبة عليكم. I enjoyed it. وأنا كمان. احكولي شو أنتوا حسيتوا إذا أنتوا في الثلاثينات أو بتعرفوا حدا في الثلاثينات، شو بتحسوا الثلاثينات بتغير بأي حدا فينا أو كيف بتأثر على حياتنا. صورنا كمان فيديو تاني على قناة آيا من أكتر الأسئلة اللي بتنسأل للناس في الثلاثينات وجاوبنا أنا وياها وشفنا كيف الأجوبة مرات بتشبه بعض مرات مختلفة. فروحوا على قناة آيا حطوا لكم إياها بصندوق الوصف، حطوا لكم إياها هون كمان عشان تشيكوا الفيديو وتشوفوه وتتابعوا آيا. أنا من زمان بتابع آيا من قبل ما أعرفها. فبس هذا بتحبي تحكي. أنا شكرا متابعة مخلصة لرند يعني. يعني من أول ما أنا بديت على اليوتيوب ما كانش حد بيحضرني، آيا كانت تحضرني وتحط لي كومنتات. يعني كتير كتير يعني بقدر هذا الإشي حبيبتي. فكتير بقدر هذا الإشي. شاركونا بالكومنتس بأي شيء بتحبوا تحكوا، وبس بشوفكم مرة جاي. باي. سلام.